السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح طريقة فتح حساب على فايبر. أول شيء سوف نقوم بتحميل التطبيق من خلال بلاي ستور. إن كنت تمتلك هاتف أندرويد يمكنك أن تقوم بتحميله من خلال بلاي ستور أو جوجل بلاي. أما بالنسبة لمستخدمي الهواتف مثل الآيفون يمكنك أن تقوم بتحميل التطبيق من خلال الأب ستور أو الإيتونز. المهم كيف سوف نقوم بالأمر؟ كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالتوجه إلى محرك البحث، ثم بعد ذلك تقوم بكتابة فايبر بهذا الشكل. سوف يظهر لك بهذا الشكل، عبارة عن مربع أزرق بداخله كما قلنا تيلي أو خاص بالمكالمات. ثم بعد ذلك نقوم هنا على أوبن. بعد أن تقوم بالنقر على أوبن بعد أن يتم تحميل التطبيق سوف تقوم بالخطوات التالية. نقوم هنا على ستار نيو، وبعد ذلك سوف تظهر لك هذه الصفحة الجديدة. الآن هنا سوف تظهر لك الدولة الخاصة بك، مثلا أنا ماروك. الآن سوف تقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بك، يعني هذا الرقم الذي سوف تقوم بفتح به الحساب يجب أن يكون يشتغل. لماذا؟ لأن سوف يصلك كود إلى الرقم، وبعد ذلك سوف تقوم بتفعيل به الحساب. سوف أقوم بكتابة الكود الآن، سوف أقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك. بهذا الشكل، ثم نقر هنا على continue. بعد ذلك كما تلاحظون معي هنا سوف تتوصل برسالة SMS على الرقم الخاص بك. نقر هنا على yes، نقر هنا على allow، ثم allow مرة أخرى، ثم ننتظر ريتما يتم إرسال الرسالة أو الكود. لاحظوا معي هنا، هنا يقول لك لقد قمنا بإرسال لك كود متكون من 6. لاحظوا معي هنا تم الاتصال بي عوض تم الاتصال بي عوض إرسال الكود. كما تلاحظون الآن تم فتح الحساب مباشرة أوتوماتيكيا. هنا سوف يظهر لك الإيميل الذي تستخدمه كذلك في الحساب الجوجل بلاي الخاص بك. هنا سوف تقوم بكتابة الاسم، مثلا أنا محمد، وهنا تقوم بوضع تاريخ الميلاد على سبيل المثال بالنسبة لي أنا 1990. واحد بهذا الشكل، ثم ننقر هنا على تمت العملية بنجاح. ننقر هنا على اليو مرة أخرى، ثم اليو، ثم اليو مرة أخرى، ثم اليو. وبذلك نكون قد قمنا بفتح حساب في ما يخص الفايبر، هذا التطبيق الخاص بالشات كذلك الخاص بالدردشة ومجموعة من التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا التطبيق. إذا لاحظتم معي هذا هو التطبيق الخاص ب، هنا سوف تظهر لك مجموعة من الأشياء المتعلقة بهذا التطبيق، رائع جدا كذلك هنا بالنسبة للمكالمات إذا كنت تريد أن تقوم بإجراء مكالمات. وهنا يمكنك أن تقوم بدعوة الأصدقاء الخاصين بك على سبيل المثال، هنا يمكنك أن تقوم بعملية الدعوة لكل الأصدقاء. هنا كذلك يعطيك بعض الأمور الأخرى كما تلاحظون معنا، يمكنك أن تقوم بدعوة الأصدقاء الخاصين بك. كذلك هنا سوف تجد مجموعة من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالحساب الخاص بك. كذلك هنا سيتينج من أجل أن تقوم بعملية التغيير، وكذلك عمل مجموعة من التفاصيل، تغيير الاسم، قفل الحساب، هنا بريفيسي كذلك من أجل الحماية وغيرها. من لديك مجموعة من الأوتيفيكيشن الخاصة بالإشعارات، كذلك كال أند ماسنجر، مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا الأخير. لاحظوا معي هنا كذلك سوف تجد مجموعة من الأمور الأخرى، الأد كونتاكت، يمكنك أن تقوم بإضافة أرقام هواتف وغيرها من التفاصيل الأخرى. كذلك هنا من أجل عملية التعديل، هنا يمكنك أن تقوم بإضافة الصور المتعلقة بالحساب الخاص بك، يمكنك أن تقوم بإضافة صورة. سوف أريكم كيف نقوم بإضافة صورة. سوف تنقر على هذا الخيار ثم تختار هنا كما قلنا الأماكن المتواجد بها الصور الخاص بك. سوف أقوم بالبحث عن الصورة المناسبة للتطبيق الخاص بنا.
للأسف لا تتواجد الصورة التي نريد. من بين هذه الصور صورة معينة من أجل فقط عملية التوضيح الأمور فقط، ليست لي أي شيء أو أي غرض آخر. سوف أختار صورة من هذه الصور، مثلا سوف أقوم بوضع هذه الصورة، أختار هذه الصورة، لاحظوا معي هنا. بهذا الشكل لاحظوا معي هنا، هذه الصورة الآن تمت إضافتها بنجاح، يمكنك أن تقوم بالعودة. وكذلك هنا مجموعة من التفاصيل الأخرى، دعوة الأصدقاء انفيتي فريند، يمكنك أن تقوم بدعوة الأصدقاء الذي تريد أن تقوم بإضافتهم إلى التطبيق الخاص بك من أجل عمل معهم دردشة أو عمل روم أو غيرها من التفاصيل الأخرى. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. لا تنسوا عمل لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.